يقول أيضا، هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة، وما الدليل؟ وضع الأيدي على الصدر قبل الركوع وبعد سنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان يأمر بذلك. وثبت في الصحيح من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وجاء في الروايات الأخرى والرصي والساعد، فهذا هو السنة. وجاء في رواية وائل بن حجر عند ابن خزيمة أنه يضعهما على صدره، وكان عند أحمد من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي كان يضع يديه على صدره حال كونه قائما في الصلاة. وهكذا قال وائل، كان النبي إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على شماله، فدل ذلك على أنه في حال القيام يضعهما على صدره سواء كان القيام قبل الركوع أو بعد الركوع. وهكذا جاء من حديث طاووس مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد، وضع اليمين على الشمال على الصدر، هذا هو أصح ما قيل في هذا، وضعهما على الصدر قبل الركوع وبعده. أما ما وقع في رسالة بعض إخواننا الذي صنفه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من زعمه أن وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة، هو خطأ غلط غلط من قال ذلك، فلا ينبغي أن يعول عليه، ولا ينبغي أن يكون ذلك مانعا من الاستفادة من كتبه وما فيها من الفوائد. لكن هذا الخطأ كله يخطئ ويغلط، فقول من كتب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضعهما على الصدر بعد ركوع بدعة قول غلط، هو قول أخينا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني قد غلط في هذا، وهو علامة من جديد مفيد، كتبه مفيدة، لكن كل يغلط وله أغلاط معدودة، نسأل الله يوفقه للرجوع عنها.